أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة من حلقتنا في إطار التنوع. ماذا نعرف عن تاريخ صناعة الإسفنج؟ وهل تعلم أن للإسفنج أسماء متعددة ومختلفة حسب المناطق والجهات؟ أولا، تتعدد أسماء الإسفنج بتنوع الجهات والمناطق، ومن بين الأسماء التي نجدها منتشرة كلمة السفناج بحرف الشين عوض حرف السين في بعض المناطق بالمغرب. فالشفناجي يعني الشفناجي ينطق بهذا الاسم في المناطق الشمالية والريفية بالمغرب. ومول الشفنج أو مول الإسفنج يحيل إلى المهن والتي تعرف يعني في المغرب، والتي تبتدئ بكلمة مول أي صاحب منتوج معين أو مهنة معينة، مثل مول شفنج وهو صاحب الإسفنج. التونسي، كلمة التونسي وهو الاسم الذي يطلق على السفناج في الجزائر، وتظل هذه التسمية على أن معظم باعة الإسفنج من تونسيين، وهو ما يرجح أن تكون هذه الحرفة قد دخلت إلى الجزائر من تونس. السفناج بحرف الظاء وهو الاسم الذي يطلق على السفناج في ليبيا، وكلمة السفاج بحرف الجيم وهو الاسم الأصلي الذي يذكر في الكثير من المصادر الأندلسية والكتابات وحتى بعض الكتابات التاريخية المغربية. إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا. كل المنى، شكرا لحسن المتابعة، وإلى لقاء متجدد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.